خير يا استاذ عبد اللطيف؟ انت قلقتني، في مشاكل بينك وبين الاميره؟ حاليا لا، بس احتمالات المستقبل جايز. مستقبل ازاي؟ اقول لحضرتك بقى، انا بحاول بكل طاقتي اكون اب حقيقي لجمال وغادة. في الوقت نفسه اقدر مع الايام املك قلب اميره اللي لسه مشاركني فيها اخوكي المرحوم رافض. ده من حقك يا متر، وانا شخصيا بتمنى ان محاولتك دي تنجح لانها في صالح ولاد اخويا وامه. عظيم. ايه رايك ان نجاح المحاوله دي توقف على حضرتك لو تعاونتي معايا؟ انا لا يمكن اتاخر طبعا في اي حاجه تطلبها. مش هقدر انجح يا رجاء هانم طول ما في حد بيفكر اميره باستمرار بزوجها الاولاني وبيربط الاولاد بالمرحوم ابوهم في كل لحظه. تقصد مين يا استاذ عبد المنصف؟ عفوا، اقصد اخت المرحوم رأفت، عمه جمال وغاده. ارجوكي ما تفهميش غلط، حضرتك انسانه عظيمه وانت اللي اقنعت اميره بيا، واستحاله تقصدي تاثري على علاقتنا، لكن مجرد وجودك في الصوره بيصعب مهمتي. عبد المنصف طلب منك تبعدي وتسمعي كلامه من غير ما تحكي لي. اولا انا عذرته، من حقه يبعد عن نفسه اشباح الماضي. ثانيا لو كنت قلت لك كنت هتسبب في خلاف ممكن يهدم حياه في اولها. ويا ستي اذا كان تمن سعاده الناس ان احنا نبعد، يبقى تمن رخيص قوي لازم نعمله. الله، التاكسي وصل. اموره ابقي طمنيني عليك، اسمع صوتك دايما يا حبيبتي. اكيد يا حبيبتي. متشكره يا رجاء، يظهر ان انا طول عمري هفضل اشكرك. معقولة السنين دي كلها وما كنتش شايفاك يا عبد المنصف؟ لو في ظروف تانية ما كانش ممكن أصدق رجاء، حتى لو حلفتلي على المية تجد، لكن بعد اللي اكتشفته واللي حصل مضطر أصدق. مش بس كده، ده أنا بسأل نفسي في إيه لسه معرفتوش عنك. ماما. أيوة حبيبتي، في إيه؟ هو ايه اللي فيه ايه؟ دي تالت مرة بندهلك فيها وانتي مش هنا خالص. فعلا انا كنت سرحانة. اتغيرتي قوي يا ماما في الشوية اللي قعدتيهم مع طنط رجاء. انتوا كنتوا بتقولوا ايه بالظبط؟ وريتني صورة تانية غير اللي انا كنت شايفاها يا غادة. غادة، قولي لي ايه رأيك في انكل عبد المنصف؟ رأيي في انكل عبد المنصف؟ السؤال الغريب ده، يعني ما عمركيش في لحظة حسيتي بأي نوع من الشك أو الاستغراب ناحيته؟ أبدا. أنكل عبد المنصف هو بابا اللي طلعت لقيته. بابا رأفت بالنسبة لي مش أكتر من صورة فوتوغرافية، وحدوتة كانت بتتحكي لي في ودني، لكن أنكل عبد المنصف هو بابا الحقيقي اللي من لحم ودم. لكن تعالي هنا بقى، هي طنط رجاء قالت لك ايه عني؟ هقول لك يا غادة، المسألة ما فيهاش أسرار. أنا لما اتجوزت أنكل عبد المنصف خلاص يا صلاح، ومرات خالك وبنتها في محنة ولازم نقف جنبهم. عايزاك تفضل على اتصال بيهم، وعايزة يا حبيبي اللي اتقطع في السنين اللي فاتت نوصله تاني. طبعا يا ماما، ومن غير حضرتك ما تقولي، اسألي حتى هناء أنا كنت بقولها إيه وإحنا جايين في الطريق. صحيح يا طنط، كان دايما يقول لي أما مرات خالي دي حتة ست يا هناء، زي ماما كده من العيار التقيل اللي خلاص ما عادش منه، ولا غدا بنتها نفسي تتعرفوا على بعض وتبقوا صحاب. يا ريت يا حبيبتي، يا ريت، وبكده نبقى غلبنا الزمن، ومهما فرق احنا نجمع.